مو شادي شوف تيفي. اهلا ومرحبا بكم، لقاء جديد من مدينه المحمديه. كما كتلاحظوا معنا بالصوره مشاهدينا الكرام، ثمن الدجاج اليوم 19 درهم، يعني مازال طالع الثمن، يعني الاقبال كاين ضعيف. خليكم معنا مشاهدينا الكرام اشتادوا معنا هذه الاجواء ديال الصباحيه من سوق شعبي بمدينه المحمديه. كنقول للمشاهدين الكرام ديالنا الاجواء كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني اصحاب الدجاج يعني في الساعات الاولى من الصباح، يعني يلا كيسترزقوا الله، يعني ويلا كيجيبوا سميتو دجاج من الجمله. يعني هذا الدجاج كيجي من مدينه الدار البيضاء وكيتخسر عليه تقريبا 3 دراهم لكل 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 دجاجه، كتخسر عليه 3 دراهم باش تقدر من توصل من كازا حتى المدينه المحمديه. الثمن ديالو في الجمله تقريبا 16 درهم، والثمن ديالو هنا ديال البيع هو 19 درهم، يعني ثمن باهي بالنسبه للناس اللي ماشي في السطاع ديالهم. اكيد كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام الصوره، يعني هذا مكان اللي كيتباع بالجمله، يعني كيتباع الحي ما كيتباعش الملقوع. لكم الصوره مشاهدينا متشبعين، يعني ملي كانت من بعد من قبل كان الثمن واصل 22 درهم، ولكن الحمد لله دابا تراجع الثمن شويه، واخا ماشي بزاف ولكن شويه. حتى واحد الوقت كما قالوا لنا الناس اللي اهل الاختصاص، قال لك اللي كان الدجاج تقريبا دير كيدير 6 درهم 7 درهم، يعني كان كيلقاو باش انهم يبيعوا، وتا الناس اللي كيشريو كانوا كيستافدوا من هذاك الثمن اللي كيكون في المتناول ديال الجميع. حاليا كنشوفوا العكس، كما تشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام الصوره، يعني كيف ما قلت، يعني هاد الايه ديال الدجاج يعني كيمشيو من الساعات الاولى من الصباح لسوق الجمله ديال الدواجن مدينه الدار البيضاء باش انهم يقدروا ياخذوا الكميه اللي كيبيعوا كيجيبوها للاماكن ديالهم اللي هي المحلات ديالهم، ومن بعد كيتم البيع كما قلت ب 19 درهم، يعني تقريبا 3 درهم قال لنا ديال الخسائر اللي كيتكبدها كل دجاجه باش يقدر يوصلها لهذا المكان هذا. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام، الثمن مازال طالع، يعني والاقبال قليل. مكرنا صدي رحمنا بامطار الغيث باش جميع الفلاحه او الكسابه انهم يلقاو يعني البسيط ديال الامل كما كنقولوا. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام الخير موجود، ولكن كيف ما قلنا الثمن الباهظ هو اللي كيصعب المأمورية شوية، يعني الثمن كيشوفوا الناس ماشي يعني ماشي في القدرة الشرائية ديالهم، يعني 19 درهم قاصحة شوية على المستهلك أكيد. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني الكمية دابا حاليا كل صباح نفس المنوال، يعني كيمشيو لسوق الجملة كيجيبوا الكمية اللي كيبيعوا كيحطوها في هذا المكان هذا. وكما كتشاهدوا معنا هنا في المكان اللي كتعمر فيه زعما، ولكن هادو كيبيعوا بالجملة، يعني ما كيبيعش بالحبة، كيبيع بالعشرة بالعشرين بالثلاثين، يعني الكومون. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام الصورة، وأكيد كيف ما قلت يعني الخسائر اللي كيتكبدها هاد البائع ديال الدواجن، يعني 3 دراهم في كل دجاجه كيتكبد الخسائر ديال 3 دراهم، يعني باش يتم النقل ديالها من مدينه الدار البيضاء لمدينه المحمديه، يعني ديك الحماله اللي كيهزوها من الداخل وكيخرجوها لبرا، والترونسبور اللي كيجيبها من كازا للمحمديه، وعاد تزيد عليها الناس اللي كيكونوا هنا كما كيسموا طالب معاشو، يعني عندهم العربات ديالهم مجروره كيهزوا الدجاج هذوك الصناديق ديالهم وكيجيبوا من هذا المكان هذا باش يدخلهم، يعني كيدوز من مراحل ومراحل ومراحل باش يقدر يوصل لهذا المكان هذا. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام الصوره، يعني اقبال ضعيف، الله يحسن العوان الجميع، كل واحد والظروف ديالو وكل واحد والجهد ديالو، الله يصوب الجميع. هذا مكان مشاهدينا الكرام، احنا مازال معكم في هذا البث، كنعطيكم احوال ديال السوق صباح اليوم صباح الجمعه، واكيد جمعه مباركه
لجميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن كما كتشاهدوا المشاهدين الكرام بالصورة. يعني كما قلت الدجاج باقي طالع في الثمن، يعني الناس ما كرهوش أن يوصل على الأقل 15 درهم ولا 14 درهم، غيقدر يكون شوية في المتناول ديال الجميع، ولكن ملي كدوي على واحد الثمن ديال 19 درهم الكيلو يعني وحي ماشي مدبوع، يعني بزاف على القدرة الشرائية ديال بعض الناس. أكيد كل واحد هو المستطاع ديالو، كاين اللي بإمكان ديالو أنه يشري دجاج شاب 50 درهم الكيلو ماشي مشكل، ولكن كاين واحد الفئة من الناس راه غير ب 10 دراهم الكيلو كيشوفها بزاف وغالية. الله يحسن العوان ديال الجميع كيف ما قلت مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة الشعب قناة شوف تيفي. الله يدير اللي فيها الخير، وأكيد نتمنى مطارات الغيث كيف ما شفنا في طنجة وتطوان أمطار غزيرة ما شاء الله والله يرحمنا. أكيد كنتمناو حتى تعم هاد الأمطار على جل المدن المغربية وربي يرحمنا. وأكيد الفلاحة كيتسناو وكيترقبوا لحظة بلحظة الخيرات ديال المطار باش يقدروا أنهم يفلحوا الأراضي ديالهم، وأنهم يقدروا يعني ملي غتصب الشا بزاف أمور تقدر تغير، يعني حتى الزرع غيطيح شوية في الثمن، يعني غيوليو اليد العاملة غتحرك شوية في البادية، الناس غيتحركوا في البيع والشراء. الله يدير اللي فيها الخير مشاهدينا الكرام. وكيف ما قلت الثمن اليوم ديال الدجاج حي ماشي مذبوح 19 درهم، وكيجي من المكان ديالو من الجملة ب 16 درهم، و3 درهم ديالو غير الدجاجة واحدة كتنقل ب 3 درهم من مدينة الدار البيضاء لمدينة المحمدية، فيها الترونسبور فيها الحمالة إلى آخره، يعني مجموعة من الأمور ومجموعة من المراحل كيدوز منها الدجاج باش يقدر يوصل لهذا المكان هذا، وداك الشيء علاش الثمن ديالو واصل 19 درهم. وأكيد نتمناو ما يبقاش طالع الثمن، من قبل كنا كنشوفو 22 درهم 21 درهم 20 درهم اليوم 19 درهم، نتمناو الثمن أنه ينزل ينخفض باش يكون على قد القدرة الشرائية ديال المواطنين اللي كاين اللي ماشي في الاستطاعة ديالو أنه يشري كما قلت ب 20 درهم أو 30 درهم. تحية لجميع المشاهدين ديالنا عبر قناة الشعب قناة شوف تيفي، الجمعة مباركة لجميع المغاربة، وتحياتي والسلام عليكم.